هي بتبقى ساعات المشكله برضو كابتن ان يعني لما يبقى الفريق مش هقول يعني مجهول, هو طبعا بالنسبه للمدربين والناس اللي يعني داخلين في صناعه كره القدم بيبقوا عارفين كويس قوي كل الفرق. بكلمك من وجهه نظر مشجع, لما بتيجي تلعب فريق معروف له اول من اخر, معروف له تاريخ, حاجه زي مثلا الوداد المغربي, الرجاء البيضاوي, الترجي التونسي, فرق انت تقدر تستنتج حجم قوتها وبالتالي تقدر تشتغل بناء على كده او على هذا الاساس. لكن لما يجي لك فريق زي مثلا كايزر تشيفز يمكن مش كل الناس عارفه خلفيه يعني خلفيه هذا الفريق, فده بيبقى مقلق شويه. يعني لما بتيجي تلعب فريق مجهول نسبيا ده بيبقى مقلق اكتر من لما بتيجي تلعب فريق انت عارف له اول من اخر وعارف له تاريخ واول مره يتاهل كمان لهذه البطوله. يعني هو بيبقى مقلق للناس اللي هي مش عارفه, اللي هم الناس طبيعيين المشجعين, بس برضه في مشجعين بيبقوا دارسين كل الفرق. ليه؟ لان هو ما فيش حاجه اسمها دلوقتي فريق مجهول نتيجه العلم اللي احنا فيه. فانا النهارده موسيماني علشان يتفرج على كايزر بيعمل ايه؟ عنده الماتشات متسجله ماتش واثنين وثلاثه علشان ما يبقاش في ماتش هم نص نص. الماتشين مباريات حديثه كمان نسبيا, الماتشين بتوع الوداد هيحكم عليهم طبعا سمير عدلي وكل الناس اللي موجودين بيجيبوا له التاريخ بتاعه وبيجيبوا له اخر اربع خمس ماتشات بيحطوهم له على الفيديو وبعدين بيحلل المحللين اللي مع موسيماني بيقولوا له بقى اللي بيعملوا المرتده ازاي, مين اللي بيمسك كوره, مين اللي سريع, مين اللي بطيء, مين اللي عنده نقطه الضعف فين. بالنسبه للمدير الفني مش مجهول, مفيش حاجه مجهوله لان كل حاجه متصوره. بالنسبه لي للجمهور العادي اللي هو يعني مش متابع, دي بتبقى عمليه يعني فعلا زي ما حضرتك بتقول بتبقى مجهوله. لكن اصل يا اما يطلع فريق قوي جدا واحنا ما كناش عارفين كده, يا اما يطلع فريق على قده بدليل ان احنا عمرنا ما سمعنا عنه, ففي مساحه للاثنين. ما هو عندهم توفيق غير عادي, الوداد لا يمكن يتغلبهم فرقه زي دي. انا استحاله, خصوصا الوداد كان بيلعب حلو جدا قوي. الوداد فعلا لعب حلو جدا, ده في كور جايه والجول فاضي وعاملها بدماغه فوق العرض والجول فاضي. ده في واحده في الشوط الاولاني اول خمس دقائق الراجل السردباك راح مديها للفيرود الجول يبصاها للفرق الجول بتاعهم. في حاجات بتحصل في ايه؟ الجول بتاعهم اول خمس دقائق راح مديها للفيرود بتاع الوداد كان مشهد راح مبصيها تاني راح مديها له في ايده. يبقى مش مكتوبه لهم يا كابتن؟ لا مش مكتوبه, لا مكتوبه لنا احنا طبعا, مكتوبه لنا احنا اللي بنقابل كايزر تشيفز في النهائي.